قامت مصالح أمن ولاية بجايا سباقة للاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالمناسبة احتضن مقر أمن الولاية حفلا تحت إشراف رئيس الأمن الولائي بن ناصر عبد الله، أين تم تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة من موظفي الشرطة بحضور عائلاتهم وعدد من المسؤولين في القطاع الأمني لولاية بجايا. عجبني الحال اللي نسميتين 14 مارس توجور تعاوننا كاع الحوايج، نشكر مليح مليح المدير العام للامن الوطني كذلك رئيس العام لولايه بجايه اللي قاموا عطونا التكريمات وقيمونا بالواجب و بو تعاوننا الحوايج قالنا حتى وقفه ونعجب نروحهم تبور الدين تو كنا كون نعاون. في إطار فعالية هذا اليوم التضامني عرف الحفل فقرة ترفيهية أدخلت البهجة والسرور في نفوس الحاضرين، كما ألقى رئيس أمن الولائي خطابا أبدى به احترامه ومساندته لهذه الفئة، وقدم هدايا رمزية وكراسي متحركة لموظفي الشرطة المحالين على التأمين العجزي والمتقاعدين المعطوبين وكذا أبناء موظفي الشرطة ذوي الاحتياجات الخاصة. بهذه المناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات العامة نشكر المديرية على رأسهم السيد اللواء المدير العام، ونشكر السيد رئيس الأمن الولاية وكل الإطارات تاع أمن ولاية بجاية بهذه المناسبة. طرنا راح أظهر الجهاز الأمني مرة أخرى حرصه الدائم لإضفاء المزيد من الجهد الاجتماعي والتضامني إزاء هذه الفئة الاجتماعية.